سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بألف صحة وعافية، ومرحبا بكم في شهيوة جديدة من قناة انتصار أم ريم. وكنرحب بالناس الجداد اللي جاوا على القناة تاعي، كنقول لكم مرحبا بكم، ضميتوا العائلة ديالتي. وحتى الناس اللي جاوني من إذاعة من ميد راديو، كنرحب بكم بزاف بزاف، وكنقول لكم نورتوا القناة ديالي وشرفتوني. والناس القدام حتى هما كنرحب بهم، راهم مورين الدار. المهم البنات، غادي نشارك معكم في هذا الفيديو روتيني المسائي من جوج حتى لسته الاشياء اللي غادي نقوم بها. غادي نشارك معكم واحد المسيمنات بالبقايا تاع صدر تاع الدجاج اللي كيجيو اكثر من رائعين، وسبق لي ونزلت لكم بحنشه واللي لقات استحسان تاع البنات بزاف بزاف عجبتهم. المهم كيفاش كنستغلوا صدر تاع الدجاج من اللي كيشيط لينا. ومن بعد غادي نشارك معكم هذه الحليوه اللي كتجي اكثر من رائعه ديال التمر، كتجي هشيشه ورطبه وكتذوب في الفم. وملي غادي نكملوا هاد جوج الاشياء او جوج هوات، غادي نديكم معايا الكارفور، نبغى نتقدى شي حاجه ونديكم حتى نتوما تساراو شويه وبعويناتكم وتشوفوا الجديد في الاواني والتخفيضات اللي عندهم. والمهم البنات، الى عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات وتبارطاجيو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل اللي تعم الفائده. ونخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. الفورس مع 100 غرام ديال دقيق القمح هاد الصفر، مع معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نضيف عليهم خميره، وغادي نضيف المطرد معلقه كبيره، معلقه صغيره عامره، انا ما بقاش عندي القيس غير شويه هو اللي بقى في القرعه، نديروا معلقه صغيره عامره كيجي فيها زبيب، كيجي زبيب في هذا المسمن صافي. وغادي ندير معلقه ديال السكر او السنيده. وبالنسبه للخميره المعجونه او الخميره الفوريه، فانا كندير غير شويه، يعني غير راس معلقه ماشي بزاف صافي. وغادي نضيف واحد معلقه ديال الزيت، معلقة تكون كبيرة، أنا عندي هنا معلقة صغيرة فدرت جوج معالق، معلقة كبيرة صافي. وغادي نعجن كل شيء بالمدافي، غندوز العجانة حتى تدلك ليا وتعجن مزيان، ونتلاقاو باش نكملو المسيمنات ديالنا الوقت اللي كنبغيه. صافي خرجتو دابا قبل وقطعته هكا طريفات صغار، كنحاولو نحيدو منو هكا العضومة إلا كانوا فيه. المهم كنقطعو كله كامل هكايا. غادي نضيف عليه واحد ثلاثة البصلات كبار اللي شلطتهم رقاق، وغادي نضيف عليه كميه ديال الزيت ومقطع حبه ديال الفلفل اللي قطعته حتى هو كنقطع فيه هكا رقيق. وغادي نضيف عليه قرعه وخيزوه اللي غادي نحكهم في حكاكه الجهه الغليظه، وغادي نعصرهم من الماء صافي. وغادي نحتاج ليه جوج حبات ديال الفرماج والفرماج ساندويتش، وغادي نحتاجو معلقه ديال الصوجه. وبالنسبه للتوابل غادي نضيف عليه شويه الملحه وشويه البزار والعطريه ديال العطريه المكسيكيه اللي ما توفرش، ممكن ديروا عطريه خاصه بالدجاج او هذا عطريه ديال الشاورما. المهم اي عطريه كتنسم لكم كيجي زوين الصراحه. بالنسبه لهذا الصدر انا كنشوف الناس هكا في المناسبات اللي كيشيط لهم بزاف، الاكثريه ديال الناس ما كياكلوش الصدر ديال الدجاج وكيشيط لهم هكا يا الصدر فكيرميوه. الصراحه ما كاينلاش انسان يبقى يضيع ملي كنخدم به انا هكا في السمان ولا في بريوات ولا كنعمر به ساندويشات، كيجي رائع. وعندي بزاف تاع الطرق باش كنخدم به، غير دابا انا بناتي هنايا شهوا لي مسمن ديال الفران، وقلت نعمر به نعمر به الدجاج هذا. الصراحه عندي بزاف ديال الوصفات اللي كنستعمل فيهم هاد الدجاج اللي كيبقى هكا شايط لينا وكيجيو زوينين بزاف، يعني ما كاينش لاش الانسان يشد هكا النعمه ديال الله ويبقى يضيع فيها ويرميوها هكا في الازبال. ممكن ندخلوها زعما في جميع بزاف ديال الوصفات، وكتجي زوينه وكياكلوها وكتعجب كلشي. وبالنسبه حتى الناس اللي كيخدموها هكا لي تريطوغ اللي كيخدموا العراسات، ملي كتبقى ليهم كميه كبيره الناس راه ما كيرميوهش، راه ما كيلوحوش تصدر تاع الدجاج، هو باش كيعمروا البسيطلات وباش كيعمروا هكا البريواس باش كيزوقوا لي بلا ديالهم، راه كيعمروه بهذا الصدر هذا. وكاين بزاف تاع الطرق اللي كيديروا حتى البسطيله المالحه كيدخلوا فيها هذا الدجاج هذا اللي كيشيط ليهم هكا من الدجاج المحمر، كيدخلوا حتى في البسطيله المالحه، يعني ما كيضيعوش وما كاينش ما كاينلاش حنايا هكا في البيوت ديالنا نضيعوا بحال هاد الاشياء هذه اللي كتكون بسيطه وكتبان لنا هكا عاديه. فممكن ندخلوها في بزاف ديال الوصفات ونخدموا بها، وصراحه كتوفر علينا هكا وجبه ديال العشاء او ديال الكوتي كيجيو في الغداء، علاش لا، حتى في الغداء ممكن تعمروا به بيتزا كيجي زوين، كتعاودوا غير تشحروه وكتزيدوا عليه شي حاجه في العطريه مثلا في بيتزا، كتزيدوا عليه العطريه تاع البيتزا كتبدل لي النكهه تماما وكيجي زوين بزاف. المهم انا كل مره فيما يوجد عندي غنزل لكم به وصفه، كتشوفوا جميع الوصفات اللي كنخدم به وكندير به واحد البريوات اللي كيجيو بالفرماج كيجيو رائعين كيجيو زوينين بزاف.
المهم الله يقدرني، وكل مره نزل لكم هكايا وصفه. صافي البنات، بعد ما قطعت الفلفله ديالتي، غادي ناخذ مقله غندير فيها البصله ونشحر مع شويه الملح وشويه الزيت حتى تنزل لي هاد البصله ويذهب لونها. صافي وغادي نحيدها ونضيف عليها الفلفله. المهم خليكم معايا باش تشوفوا المراحل كاملين. هنا بعد ما درت البصله والفلفله كيطيبوا، غادي نخليهم حتى يطيبوا، يطيبوا تماما، يطيبوا مزيان. ومن بعد غادي نضيف عليهم الخل والقرعه اللي حكيت. غادي نضيف شويه ديال الملحه، وغادي ندير واحد كياس نص معلقه ديال القزبر يابس الكحول كيجي زوين في التحميره ديال المسمن. وغادي ندير شويه ديال البزار. صافي غادي نخلط هاد المكونات، ومن بعد غادي نضيف عليهم الجزر خيزوة او جزره وكو هذا الكوفجيت اللي حكيت ماك الجهه البيضه، وكنعصرهم شويه من الماء. صافي غادي نحرك حتى يتخلطوا ليا ونساجمو، وغادي نخليهم حتى يطيبوا مزيان. ودابا غادي نضيف كميه ديال الدجاج اللي قطعتها رقيقة. صافي حتى هي غادي نحاول نخلطها مع هاد جميع العناصر اللي درت باش يجيني الخليط منسجم. وغادي نضيف قياس معلقة صغيرة ديال العطرية المكسيكية. قلت لكم اللي ما متوفرش عندها هي، راه موجودة العطرية كتباع الناس اللي كيبيعوا المواد ديال الحلوى، واللي ما متوفراش عندها ممكن ديروا عطرية الشاورما حتى هي راه كتجي زوينة. ديروا يعني أي عطرية عندكم نتوما، هي عطرية ديال الدجاج حتى هي كتجي زوينة. المهم كيبقى لوغو على حسب العطرية اللي نتوما كتخدمو بها. أنا كتعجبني العطرية المكسيكية الصراحة، كتجي زوينة كتخشواس وكذا، هي أصلا كتجي مع الدجاج زوينة فكنخدم بيها بزاف. صافي بعد ما نساجمو لي المكونات، غادي نضيف عليهم جوج حبات ديال الفرماج. غنديرها جوج قطعات ديال الفرماج، وغادي نضيف الزيتون اللي هو مقطع وزدت انا اصلا قربته، يعني كنرجعه رقيق. صافي وغادي نخلط هادشي مزيان، وغادي نطفي عليهم النار ونخليه حتى يبرد بما وجدت انايا الكويرات ديال المسمن ديالي. دابا المسمن انا راه كيف ليكم عجنته قبيله وخليته كيرتاح مزيان قد ما العجينه تاع المسمن ارتاحت، كيجينا المسمن اللي كيجي مورق وكيجي زوين. صافي دابا انا هنا طفيت طافي النار البنات، راه ما شاعلاش طفيتها، وغادي نبقى نحرك وغنخليه حتى يبرد. صافي دابا غادي ناخذ العجينه تاعتي، غادي نقطعها كويرات كويرات البنات يكونوا صغار، يعني بالحجم ديال قد المشماشه يكونوا هكا صغيرين باش نسي الناس ما يجيوناش كبار بزاف. صافي غادي نقطع العجينه كامله بهذا الشكل ونغطيها ترتاح شويه عاد باش غادي ندوز باش نعمرها. بما نيت الحشوه بردات راه باقا عندي سخونه الحشوه، ما يمكنش نعمر بها لي سخونه. كتقطع العجينه ضروري الحشوه خاصها تكون بارده. صراحه البنات هاد العجينه ديال هاد المسمن بهاد المقادير عطيتكم كتجي زوينه، كتجي العجينه هكا ملي كتكون تخدموا فيها. صافي البنات بعد ما كملت الكويرات ديالي كاملين غطيتهم وخليتهم حتى ارتاحوا، دابا ارتاحوا لي مزيان، غادي ندوز باش نشكلوا المسمنات ديالنا. غادي نحاول نبسطوها مزيان تكون رقيقه حتى الرخامه تولي كتبان. هانتوما البنات العجينه ملي كنخليوها ترتاح فراه كتجي مدلوكه وكتجي رطبه بزاف. وحتى في الخدمه كطاوعكم يعني دغيا كتسرح ليكم كتمشي مع يديكم. صافي غادي نحاول نرققها حتى الجنيبات، حاول العجينه ما تقطعش البنات قد ما خليتوها ارتاحت بزاف ما كتقطعش. انا هاد الكويرات الصراحه ما ارتاحوش ليا بزاف يعني ما عنديش الوقت دابا، خليتهم غير شويه يرتاحوا. صافي
صافي. من بعد ما صرحت الكبيره ديالتي غادي نضيف عليها قياس معلقه كبيره من الحشوه، وغادي نضيف واحد شويه ديال الفرماج ساندويتش من الفوق، يعني كل وحده غتحطوا فيها واحد الكميه قليله بحال هكايا، كل وحده ديروا فيها شويه صافي. وغادي نطويها مسمنه عاديه، ممكن ديروا اي شكل نتوما بغيتوا، ديروا على شكل محينشات، ديروا على شكل كرواسان اللي بغيتوا، انا غادي نخدمهم غير هكا اليوم كاملين صافي. وحده كنطويوها من الفوق والاخرى كنقلبوها هكايا باش الحشوه ما تخرجش لينا لا من التحت لا من الفوق صافي. وكنديروا مسمنه على هذا صافي. البنات ها المسمنات ديالي كملتهم، هذيك الكميه ديال الدجاج اللي وريتكم عطاتني 19 مسمنه، وهاد المسمنات هادو اللي حاطاهم هنا على جنب فبقات لي العجينه بلا حشوه، ودرتهم هكا مسمنات بحال الكرواسه كيجيو، درتهم هكا خاوين هادو بوحدهم. وهنايا خديت حبه ديال البيض كامله، غادي نضيف عليها معلقه ديال الصوجا صافي، وغادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا ليا. وهما باش غادي ندهن المسمنات ديالي من الفوق باش يعطيونا واحد اللون اللي كيجي مدهب اللي كيجي دوغي كيجي زوين ومن بعد ما طابوا لي المسمنات وخرجتهم من الفران فكيجيو على هذا الشكل، هذا كيجيو رائعين وداد ومقرمشين ورطبين في نفس الوقت. الصراحه كنتمنى باش تجربوهم، اكيد غادي نعجبوكم. ودابا غادي ندوزو باش نوجدو ديال 125 غرام، غادي نحتاجو كاس الا ربع ديال السكر كلاصي، كاس ديال الزيت نباتي، نص كاس ديال ماء الزهر، ياغورت بنكهه الفاني، جوج حبات ديال البيض، ومعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، او معلقه ديال او معلقه صغيره ديال البيكين باودر، القليل من الملح، والدقيق كيبقى على حساب العجين وعلى حساب الخليط، ضروري ما يكون دقيق مغربل، والدقيق يكون النوع الممتاز الخاص بالحلويات. هادو هما المقادير اللي غادي نوجدو دابا العجين. ملي غادي نوجدو العجينه ديالتنا غادي ندوزو باش نوجدو مقادير ديال الحشوه ديال التمر. وهنا في الزلافه ديالتي درت الكميه تاع الزبده، ضفت عليها جوج حبات تاع البيض وكنخلطهم حتى ينسجموا ليا مزيان، ومن بعد ضفت عليهم الكاس ديال السكر كلاصي وغادي نحاول نخلط، وغادي نضيف الزيت، وغادي نضيف عليهم الياغورت والماء الزهر والقبيسه تاع الملحه، غنخلط هاد المكونات كاملين، ومن بعد غادي نضيف عليهم الخماره وغنبدا ندخل في الدقيق بشويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه ولينه وما كتلصقش بيد صافي. من بعد غادي ندوز باش نشكلها كويرات ماسكه ولينه كتكون رطبه كيف كتشوفوا وما كتلصقش في اليد في نفس الوقت. دابا غادي ندوز باش غادي نديرها كويرات صغيره بالحجم ديال المشماشه او قد المشماشه، غادي نديرها كلها بهذا الشكل هذا. صافي البنات بعد ما غادرت العجينه ديالتي كويرات كامله بهذا الشكل هذا، يعني بحجم تاع المشماشه، فعطاتني 100 حبه. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الحشوه ديال التمر اللي غادي نحتاجو ليها. عندي هنا 300 غرام ديال التمر، درت فوق منه واحد قياس 3 حبات ديال القرنفل اللي طحنتهم، غادي نضيف عليهم معلقه ديال الزبده، وغادي نضيف عليهم 3 معالق كبار ديال الجنجلان اللي حمرتهم من قبل، وغادي نضيف قياس معلقه صغيره ديال القرفه، وغنضيف عليهم الكركاع او جوز الهند اللي قطعته هكا طريفات صغار غير بيدي، وغادي نخلط هاد المكونات كاملين ديال التمر.
وغادي نضيف عليهم كياس معلقه او جوج معالق ديال الماء المزهر. صافي وغادي نعجن هاد العجينه مزيان حتى يتماسكوا ليا المكونات مزيان. انا عندي العجينه تاع التمر شويه قاصحه كديرها في الثلاجه، عندي قاصحه شويه يعني تاخذني واحد الوقت باش ندخل فيها هاد المكونات. صافي بعد ما حصلت على عجينه متماسكه ونسجموا لي كامل المكونات، غادي ندوز دابا باش هي غادي نقطعها نديرها ككويرات يكونوا بهذا الحجم هذا، يكونوا صغيورين، وغادي نقسمها بالعدد ديال العجينه اللي خرجت يعني 100 حبه من التمر خاصها تخرج ليا، ونتلاقاو ان شاء الله باش نوجدوا بقيه الحلوه ديالي. صافي ها هي العجينه ديالتي واجده، والحشوه ديال التمر حتى هي واجده. غادي ناخذ واحد الكميه تاع الدقيق، وغادي ناخذ هاد الطابع ديال المعمول هو فاش غادي نشكلها. غندير نختار هاد الشكل هذا، نقدر ندير حتى هذا، المهم دابا انا غندير هذا، نقدر ندير فيها جوج شكل. صافي غادي ناخذ هاد الطابع هذا غندوزو في الدقيق غادي ناخذ كويره من العجينه وغادي نبسطها في الكف تاع يديا وندير فيها واحد الحفيره، وغادي نحط فيها حشوه ديال التمر ونلفها عليها بهذا الشكل هذا، ونحاول ندورها حتى تلصق لي العجينه على التمر مزيان. ومن بعد غادي نعطيها واحد الشكل بيضاوي يعني واحد الشكل اللي هو طويل على حسب الطابع اللي عندي. صافي ومن بعد ما ندوز الطابع في الدقيق فغادي نحط فيه هاد العجينه وغادي نضغط عليها واحد الضغطه، ومن بعد غادي نخرجها بكل سهوله باش كتاخذ هي الشكل ديال الطابع ودوك النقشات اللي كاينين في الطابع. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه تنكمل الحليوه ديالتي كامله. من بعد غادي ندخلها الفرن طيب على درجه الحراره 180 كتذهب ليا من الفوق ومن التحت، وغادي نخرجها وغادي ناخذ واحد الكميه تاع سكر كلاصي سبيسيال وغادي ندوزها فيه وهي سخونه، ومن بعد كنحصل على واحد الحليوه اللي كتجي رائعه، كتجي لذيذه ومنكهه بالقرفه وبالمزهر، والصراحه كتدوب في الفم وهشيشه هشيشه بزاف. وكنتمنى باش تجربوها حتى هي اكيد غادي تعجبكم. ومن بعد ما كملت الحليوه وكملت المسمن ووجدت الكوتي غنديكم معايا، دابا ما عنديش بزاف تاع الوقت، الربعه دابا وبناتي كيخرجوا مع الخمسة، يعني عندي غير ساعه باش نمشي حتى الكارفور وناخذ الاشياء اللي خاصيني، ونديكم حتى نتوما معايا باش تضربوا فيها واحد الدويره وتشوفوا الجديد اللي كاين في الاواني. وكاين حتى تخفيضات صراحه، كيكونوا عندهم تخفيضات اللي زوينين في بعض الاشياء كيكونوا ناقصين الثمن بزاف. المهم هانتوما معايا وغادي تشوفوا اشنو الجديد اللي كاين والتخفيضات، ولا عجبتكم حتى نتوما شي حاجه تقدروا تمشيو تاخذوها. هنا البنات غادي نحبس الفيديو ديالي، غنخليكم نتوما تضربوا واحد الدويره وغادي نحبس هنا الفيديو. الصراحه كنت باغي نكمل معكم حتى الوجبه تاع العشاء، بغيت ندير واحد الكراتان زوين كيجي بغيت نقدمه لكم، ولكن الفيديو غادي جا طويل بزاف بزاف، فحيدت العشاء خليت هنا يحبس الفلوق ديالي، وان شاء الله ننزل لكم فيديو اخر من بعد. المهم البنات الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش من اللايكات والتعليقات وتبارطاجيو مع الحباب والصحاب، وتزيدوا تشجعوني اكثر واكثر، ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.